لا استهبال الوضع، لا استهبال يا جماعة. واو والله باعتني، قالت مع السلامة وشكرا على خدمتك. يا هلا وجود خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله أو صبحكم الله بالخير جميعا. اليوم يا جماعة الخير قاعد أصور لكم والأجواء عندنا ممطرة جدا ما شاء الله تبارك الله، جانا مطر، فأسأل الله أنه إذا أنتم تبغون مطر يعني أنه يجيكم مطر وتكون أجواءكم خرافية زينا في أبها. عموما يا جماعة الخير اليوم لعبتنا جيرني تو ذا سافيج بلانيت، رحلة إلى الكوكب الوحشي، هذا الجزء الثاني. اللي ما شاف الجزء الأول نصيحة يروح يشوفه عشان تفهم إيش السالفة. إحنا في كوكب راح نحاول نخليه مهيئ للبشر ونقضي على الوحوش ونستكشف. فأتمنى وقت اللي يعجبكم، خلونا نروح للجزء الثاني نبدأ. يا رب ما أحفر وأكون عارف اللعبة كويس، ما أطلع بشكل غبي قدامكم. يلا نبدأ اللعبة سوية. أوكي يا جماعة رجعنا للعبة، حلو فكرة إنه يجيبونا كذا كأنك توك صاحي من النوم وكذا، فهمت الحركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هيا نبدأ رحلتنا. طيب يا جماعة الخير، آخر شيء سويناه في الحلقة اللي راحت إنه قدرنا نطور حاجة في البستل خلته أظن أقوى المفروض. زي ما نشوف هذه هي اللي فعلناها في الحلقة اللي راحت، وعندنا ألمنيوم 60 وكربون 162 وسيليكون 62 والإليني ألوي صفر، شكل هذا الشيء نادر أو إنه لسه أصلاً إحنا ما دخلنا في المكان هذاك الخرافي اللي شفناه أمس. فخلونا نقول بسم الله ننطلق يا جماعة الخير، نروح نستكشف هذاك المكان اللي أنا مرة متحمس له، اللي عند التور البرج الطويل اللي من باب الصدفة المهمة أصلاً موجودة عنده. فخلونا نقول بسم الله والله يستر. بسم الله يا جماعة، إحنا منطلقين ولا زلنا ذاهبين إلى المقر اللي موجودة فيه له المهمة. فالله يستر، هذا أمس الثلج اللي تكسر علينا او في الحلقه اللي راحت بالاصح. طبعا هيلي فل، طبعا الهيل حقي موجود تحت الكام فممكن ما تشوفونه بس عادي. هلا والله. اوكي طبعا هذا اسمه والله اسمه صعب جدا، فبخليه لكم كل واحد يسميه زي ما يبغى. اوكي خلينا نشوف نستكشف هذا الشيء. هذه يعجبها كل شيء. وانت ايه ايش في صارخ ذا؟ دي حبيبي معلش بس انت اوكي اخذت منه سيليكون وكربون نايس وما دمجني طبعا لما كسرته. اوكي اوه هذول نفس الطيور حقين بس لونهم وردي، خلينا نشوف لما اقتلهم ايش يعطوني. كربون برضه نفسه كربون ابو القهر. طيب اوه ذول المخيسين، اسحب عليهم. خلينا نروح للمهمة حقتنا، والله انا مهتم مرة بروح المهمة، بنستكشف بعدين وبنستكشف خطنا يعني. اي شيء غريب نروح حله. يا اخي بتخلف يا اخي، يصرخ يمشي. او بالتخلف اللي اوكي الله يستر، انا اخاف من الاماكن اللي تحت اللي تعتبر. اوه شوفوا ذيك النبتة اللي هناك وضعها، والله ما ادري. طيب خلونا وين نروح المهمة هناك اصلا. بسم الله تدري خلونا نلوت كاربون من هنا على الخط، والله كاربون بريال مليان مرة في اللعبة. هنا في زي المكان غريب صح؟ اوه هنا طيحة. اوه والله اسحب 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 يا حبيبي. اوكي دام اوكي حاطيلي حقت هي الكثير، الله يستر شكله في تفقيع جاي في الخط. اوكي هنا اتوقع انه عندنا حبة باركور عشان نطلع يمكن. اوكي زحلقت، لا مو من هنا، اتوقع في زي الكهف المفروض. سيكريت نيربي اقول في سر بالجوار. شفتوا مسدسي كيف صار قوي؟ من ضربة واحدة يقتلهم على طول. مرة شيء جامد. اوكي. انا اسمع صوت، تسمعون؟ ذا اللي كانوا زي الديناصور. المهمة تقول لي اطلع فوق هناك بس ها شلون نطلع؟ تسمعون الصراخ؟ اقول ذول يستهبلون والله في شيء هنا. هذا ايش هذا المعلق؟ ياخ اوكي ايش هذا غريب والله، زي هذا شوفوه والله الصوت جاي من هنا. اوكي دي خلني اسوي سكان. طيب انا بعد هذه اوكي بسحب عليها. اوكي يا جماعه طلعت فوق من هنا، سويت زي الباركو. اوكي يا جماعه هنا اتوقع ان المساحة مرة بعيدة لكن ما ادري ايش احس انه في حل هنا. خلينا نجرب نحط هذا هنا زي كذا، لا ما اتوقع مرة ما ينفع ما ادري. اوكي ما يجي فوق بعض، اوكي
ما يجي ديم. اوكي ديم دمجت. اوكي اصلا احنا اذكياء، خلينا نروح للمهمة حقتنا. اصرف والله نسمع صوت فوق، الله يستر شكله فيه مخلوقات ضخمة يا جماعة. فجأة كذا بدون اي تنبيه تغير مكان المهمة، صارت ورا هناك. كيف ما ادري شو السالفة، ما ادري. شوف هذولاك اللي هناك، هاي طالع مفقع. اوكي هذا المكان ما قد رحت له انا. فقع. اوه والله حسبت اني طحت، فقعت منه اول لما شفت ذول المخيسين اخطبوطيون الفضائيون. اوكي شلت واحد ما شاء الله، من طلقتين على طول. ايش قال لك متخبي يعني ولا ايش؟ اوكي حلو. اوه لا والله ما انتبهت، والله ما انتبهت. واو والله اني كنت بجيب العيد. اوكي وين اللوت حقه؟ ماي الو. اوكي هنا. اوكي في قدامنا حفله كثيره. اوكي ذول حبايبي هنا. حلو نايس ايزي، صار والله سلاح صار مره قوي. وش هذا؟ سيليكون يا لبيه، صار السيليكون حتى هو بريال الحين. اوكي تاورين كريستال اوف مادنس اظن، ما ادري ما قريت والله. اوكي هذه تعطيني اللي سيل الخيس هذاك عرفته. صرنا فل الان. اوكي هم مو حاطينها كثير الا اكيد انه في استخدام لها غير طبيعي 100%. اوكي هنا المهمه تجيبنا. خلنا نسوي سكان هذا ايش. مكان زي تيليبورت. تيليبورت. اوه واو اوكي بدينا ندخل جوا. وات اي وات شو هذا الزهبل؟ يوز تيليبورت. اوه يمدينا نستخدم التليبورت يا لبي. ايوه يعني يمدينا الحين ارجع هناك، الحين يمدينا اروح هنا. هذا المكان داخل ال 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 شو اسمه؟ السفينة حقتنا او المكوك. طب حلو 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 مرة. سويت تليبورت للسفينة. ابغى اشوف طبعا طريقة. حلو. طيب. والحين لما اوقف، اوكي نايس نايس نايس. لما اوقف عليها خلاص سويت تليبورت هناك على طول. مرة حلو عشان المسافات يا جماعة. اوكي واو والله هنا في اشياء. هذا ايش هذا؟ ما في شيء هنا تسوي. هذه اللي إلى الآن ماشي. اوه يقولون بعدين تصنع جرابل، والجرابل بعدين اطلق عليها. اوكي لانها مره منتشره ومليانه. هذا الشيء ما ادري شو برضو. طيب خلينا نروح المهمه اللي بعدها. ولا دقيقه اسحب اسحب على المهمه بالله. دقيقه هنا كانه في كهف ولا انا غلطان؟ اي والله. اوكي واو يا لبي. اوكي اوكي واو ايش ذي؟ اتوقع انا بس كذا صح، ما تكسر هذه كلها. يب ما تكسر ذي كلها. اوه شوف المخلوقات هذه. اوه نفس العصافير بس انه لونه عندهم لمبه. خليني اشوف اذا قتلتهم كاربون برضه. يا ليل والله الكاربون بريال يا جماعه. ما هذا كهفهم بس، والله كهفهم مره صغير وابو كلب. لا والله باقي فيه. اوكي وهلا والله بالشيء الجديد. اوكي اتوقع انه هذا ممكن اخذت منها. اوكي اوه زي اللمبه نايس. حلو 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 زي 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 الكشاف السايره. هنا ايش في هنا؟ اوه ايش هذا؟ الومنيوم يا لبي يا اللوت. والله يا جماعه لو يجيني وحش بروح فيها. واو اوكي ما في لافا. نقلب ماين كرافت. اوكي ديم ما عاد صرت اشوف ديم. هي 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 الو ابغى امسكها في يدي. وين راحت؟ خلصت ولا ايش؟ واو والله بدونها مره مره ظلام. الله يفجع ابليس. اوكي لا لما زحلك تحت تختفي. اوكي 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 يعني ما مديني اروح تحت فيها. اوكي طيب يمدينا نطلع فوق. باركور. خلنا نقول ان شاء الله اني احطها في المكان الصح. والله ما ادري اعطيتها في المكان الصح ولا لا يا جماعه. انا شوف. اوكي. ان شاء الله انه صح. حلو. اوكي موجوده هنا فوق برضه. هنا زي الجسر. ايوه هذا المكان اللي كنت ازحلك فيه من اليوم بس ما يمديني. طلع ما في له حاجه في الاخير. واو القهر. واو طيب واو يا المكان
يا لبيه، احس اني سويت انجاز. هلو عصافيري. دقيقه، ميتين. اوكي، وش ذا؟ سكوا حق حضاره. اوكي، تقول هذا ممكن يكون اول شيء حق اثار او فن للفضائيين. طب شوفوا، انا خاف انزل. اوكي، لا يمديني انزل كذا تدريجي. نايس. هي وين راحت هذه اللي يمديني اخذ منها نور؟ انا غيرت صح، عشان غيرت والله ما ادري، بس في واحده هنا. ايوه، شلون اوصل هنا؟ باركور شكله الوضع صح. يب، اتوقع باركور، فلازم لما اسوي باركور راح اتخلى عن النور. زحلقه زحلقه يلد، زحلقه زحلقه. دقيقه، شوفوا هنا لما اسوي زحلقه يختفي. يب يب، تختفي. هذا ايش؟ يلبي الومنيوم مره ثانيه، كفو. تعال حبي، تعال الالومنيوم. الى الان في هذاك نادر اللي اسمه الي الو، ما ادري ايش اسمه، هذا اللي فوق الالين الله، يمكن شيء زي كذا، بس بدا الى الان يعني وقت طلع لي. اوكي، اوه اوكي، هلا والله وصلنا يا جماعه. اوكي، في شيء يلمع، لا تقول لي مفتاح. اكستراكت انت، انا اظن يدينا نستخرج ونسوي له تحليل. اوه، شو السائل الاسود ذا؟ نايس، ان شاء الله اسوي له تحليل هناك. اوكي، فجاه قالت لي انه يمديك تسوي حاجه هنا اللي اسمها جمب جمب هذه. اوكي، يمدينا نسوي هنا؟ لا، لازم اروح لل، اللهم صل على محمد، اروح لل المكوك. لازم اسوي تليبورت على المكوك عشان اسويها حاجه بتخليني اطير. تقول اوكي، يعني هذا بس الشيء الوحيد اللي موجود، ما في شيء هنا ورا، ما في شيء صح. قتلت صقاطي. اوكي، خلونا نروح على التليبورت هذاك اللي استكشفناه، وندز على طول على القارب حقنا عشان نسوي الشيء الفخم هذا اللي استكشفناه قبل شيء، اللي هو خلينا نقول زي ال شو اسمه، زي الشنطه او الحقيبه اللي تطيرك. فبسم الله، ان شاء الله اني ما ضيعت شيء صح. اتوقع هنا هذا كله بس، خلاص ما في شيء ثاني ولا؟ يبغالي اشوف حتى سكان، ما في شيء. يبي امورنا طيبه ان شاء الله. واخيرا وصلنا للخارج، خلونا نروح على التليبورت على طول ونصنع الشيء الجديد اللي قالوا لنا عنه. والله صراحه فرحت لما شفت التليبورت، توقعت انه حيوديني فوق يعني في البرج، لكن طلع بين الاشياء. اوكي، هنا لا، خلينا نروح جوا على طول بمره، اسرف يا جماعه اسرع. ايوه، بسم الله، تعال تعالي تعالي تعالي، خلونا نصنع لنا الشيء الفخم. طيب يا جماعه، تشوفونها هذه هي اللي ماسكها هنا، اللي قاعد مسوي عليها كذا بيده على ورا. ما ادري كيف فكرتها صراحه. اي الو، هذه شوفوها المروحه. اتوقع انها تطيرنا او شيء، ما ادري، بس خلينا نقول بسم الله وناخذها. بسم الله يا جماعه الخير، صنعنا. اوكي، انا طلعت ما اقدر اطير الان، بس طلعت يعني عندي زي دبل جمب. اوكي، والله تحمست انا. طيب، يمدينا نسوي حاجه في السلاح حقنا؟ ايوه، يمدينا نطور هذا. هذه راح تعطيني انه اقدر اسوي ريلود سريع للسلاح اسرع، وهذه تخليني تعطيني اظن رصاصه زياده، اتوقع اذا انا مو غلطان. صراحه باخذ هذه لانها احسن. بسم الله، كفو يا بالجريدة. شوفوا هذا الجرابلر، هذا اللي فيه اشياء معلقه نقدر نضربها بالجرابلر وتنفجر ونقدر نلوتها، لكن يقولون هنا required element and discovered، يعني يحتاج الى عنصر باقي احنا ما قد طلعناه ولا استكشفناه اصلا. فهمتنا همتنا، خلونا نروح نكمل استكشاف. شوفوا يا جماعه كيف صار الجمب، شفتوا مديني زي اطير تقريبا، فالشيء صار شيء مره فخم. يعني هنا اتوقع مديني اسوي كذا. لا دقيقه يوسف، لا يا ليل غلطت والله. وش هذا المكان اللي هنا؟ وش هذا؟ وش الحشره ذي؟ دي ارمي عليها اكل؟ لا. طب رجولها ولا شيء صح؟ وات؟ اوكي، طيب انا ابغى ادخل، ايش الحل؟ خلني اجرب ارمي. ايش هذا؟ ما ادري ايش ذا؟ جديد؟ الله، ماش ما زبط معاه ولا شيء هذه. طب يمكن اضرب في عينها، يمكن توقعون. اوكي، شغلت مروحه اللي في فمها هي. والله ماش ولا اي فائده يا جماعه. اوه كويس، هذا خلينا ناخذه سيليكون، خلونا نسحب عليها الحين، نركز مهمتنا، بيجي لنا يوم نرجع لها باذن الله. بسم الله، جاري المحاوله مجددا الان. ان شاء الله بس انه خلينا نشيلها دقيقه. ما ادري انا اروح هنا ولا هنا، اتوقع سيده احسن صح؟ هنروح سيده احسن، بس يبي لنا ايش؟ نجري.
بسم الله. نايس علينا، سويناها يا جماعة. طب هنا برضو نفس الحكاية؟ لا، هنا اول. كويس، اوكي. هنا الحين فوق صح؟ تكفى لا تقول لي اني جبت العيد، ان شاء الله اني مديني. نايس يا يوسف، نايس. ايوه شوفوها. خلا لازم جرابلر لها هذه والله. نايس. وصلنا هنا. اوه شوفوا هذه. اوكي هذه حركة مسوينها انه مقفلون علينا الطرق، بس نفس الوقت حطوها نبتة شكلهم صح؟ لانه واضح انها مقفلة خطوط كثير هي. اوكي وين المفروض اروح انا الان؟ الو. اوكي لا مستحيل انه الخط مقفل كذا صح؟ وات دقيقة. يا بنت الحلال ايش تبغين؟ وعصبت. واو اوكي. اوكي تحتاج تاكل عشان تفتح لك الخط. يا لبي المكان الجديد وش ذا؟ هذه معروفة صح اللي تطلع لنا الشيء ذاك، هذه عصافيرنا. اوكي يا جماعة رحنا المكان جديد الحين، ناخذ هيل. شوفوا لازم استدرج العصافير هنا. شوف جو الحين اقدر اطلق عليها تعصب خلاص. شوف تقوم الو اشفطي هوا يا استاذه. ايوه المفروض انها شفطت هوا، ما ادري ايش السالفه. استغفر الله. ايوه شفطتهم. نايس الحين تفتح البوابه. نايس اوكي حركه حلوه. وش هذا؟ وش ذا؟ والله شيء غريبه مره. احس ان قاعدين نطلع فوق البرج الان احنا ما نحس. لازم العصافير يجون هنا. ايوه والله يا جماعه المكان. وش هذاك البرتقال اللي هناك؟ وات وش ذا الاشياء؟ وش هذا؟ والله في اشياء كثيره في هذا الكوكب يا جماعه، الكوكب الوحشي. شوف وين صرنا الى الان. انا قاعد اسمع صوت هذا اللي صارخ كانه ديناصور ولا ما ادري ايش هو، وماني قادر القاه هنا فوق هو. اوكي هذه ايش النبته هذه؟ اول مره اشوفها. ها؟ الو؟ اوكي ايش تسوي هذه اذا رميتها؟ ها؟ وات؟ جرنيدز يعني ولا ايش؟ اوكي نايس. طيب هذه نفسها ولا تختلف؟ لو لا تختلف. اوه اوكي. اوه وات ايش هذه؟ اوه الدم. اوكي دمجها غريب بس ما بدينا نستفيد منها انا في اي شيء يعني. اوكي هنا في صخره. اوه ديم 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 ايش هذا؟ ابغى هيل، ابغى هيل. هاي الو اي نيد هيلينج. واو اوكي يا جماعه والله شكله قدامنا حفله طويله، والله احتاج هيل. ايوه اوكي لقيت حاجه في اوه شوفوه يا جماعه. اوه يمديني استخدم هذا كذا. اوكي طيب دقيقه. اي 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 ايش سويت لك؟ الله اكبر عليه. انا لسه ابغى ولي يخرب بيت ابليسه. باقي انا ابغى استكشف المنطقه حقته. طيب ايوه خلصت. ولي ولي حسبي الله عليك. والله مو راضي يموت، والله مو راضي يموت قوي. بسرعه بسرعه بغير. واو اوكي دقيقه وين الجرنيتز اللي مو هذه صح؟ وين انا في حاجة زي الجرنيت هذا؟ ايش هذا؟ والله ما ادري هذا ايش برضه. واو اوكي ما يموت ولا ايش السالفه؟ احتاج اني اسوي سكان المكان. خليني اسوي سكان.
واو هذا ايش برضه؟ يا الحبيب الو شو وضعك يا استاذي؟ شو المفروض اسوي؟ ما يتدمج حتى دقيقة لا يكون يحتاج اكل. لا اوكي اوه في الذيل اطلق على الذيل صح؟ صح؟ ايوه اطلق على الذيل ايوه والله على الذيل اوكي ديم اوكي ديم ايوه ايوه شلناه الثاني اطلق على الذيل من اليوم انا قاعد اطلق على وجهه اوه وات اي الو لا استهبال الوضع لا استهبال يا جماعه واو والله بعتني قالت مع السلامه وشكرا على خدمتك بعتني بريال قالت لي اهلين انت مت واو يا جماعه الخير ديم اوكي جزاكم الله خير كذا كل وقت اليوم اتمنى وقت اليوم عجبكم اذا تبون جزء ثالث من اللعبه في اشياء كثير باقي نستكشفها اكتبوا لي رايكم على المقطع في الكومنتات واذا تبون جزء ثالث حطوا لايك ودعمونا في المقطع هذا وبس هذا كان عندي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سلام عليكم